مش باللي انا ازود المكافئات، مفيش حاجه اسمها كده صدقوني. الحافز فانيله النادي الاهلي، عايزين تعرفوا ايه الحافز كمان؟ تعالوا نشوف الصوره اللي جماهير الاهلي بعتها لي ومنتشره على السوشيال ميديا. اتمنى من الصوره دي زي ما نجمنا محمد ابو تريكه كان بيعمل امور، يعيش في الماتش ويعيش في البطوله، كان بيعمل الكلام ده، وانا على المستوى الشخصي كنت بتعلم منه الحاجات دي للامان. اللي انت تحط هدف وتخلق لنفسك دوافع، ولما تخلق لنفسك دوافع ربنا يكرمك، لما انت بتخلق نفسك بتعيش جوه. ادي الصوره امام حضراتكم، فاكرين اسلام؟ والصوره دي مره تانية ما تعملش ضغط، الراجل دموعه على وشه هو وناس كتير، وده ما يحطش ضغط زي ما بقول، اقلب السلبيات لايجابيات. الصوره دي منتشره على السوشيال ميديا، بعتها لي اكتر من 250 اهلاوي سواء على صفحتنا او سواء على تليفوني الشخصي. قلت لكم الحاجات المحترمه بتتعرض على طول في ثواني، صورة معبرة. والله أنا لو لاعب في النادي الأهلي هاخد التليفونة دي أحطها على موبايلي، أول ما أفتح في كل مكالمة، أول ما هكتب مسج لحد أشوفها، أشوفها وتخلق لي حافز. في ناس تقعد تنظر، إيه بلاش الأفوارة، ما إحنا عندنا ناس مش إيجابية. اللي بيلعب في الأهلي ويعيش حياة الكورة لازم يعمل ده، تحط الصورة دي قدام عينيك، لأن حطها لي، خليها موجودة، خليها موجودة لأن الصورة معبرة، خليها موجودة لأن في صورة تبقى بمليون كلمة وبمليون معنى. في غيره كتير كده بالمناسبة، مش عايز أحصر الموضوع عند صورة إسلام بس، لكن ده أهلاوي جدع، أهلاوي وممكن حالة صحية صعبة، لكن بصوا يا جماعة الأهلي والله العظيم درس للجميع. هي دي المبادئ، هي دي المبادئ، كان في الاستاد، هي دي المبادئ، هي دي القيم. هم دول الاهلاويه الجدعان اللي موت نفسي عليهم، هم دول الاهلاويه اللي حطهم على عيني وعلى راسي، هم دول الاهلاويه اللي بيخلوني شجاع واتكلم وما اخافش، هم دول الاهلاويه اللي بيروح من 10 الصبح عشان بيحب الاهلي، ولما يتعادل ما يخسرش دموعه تنزل عشان عايز فرقته ترفع الكاس. صوره معبره. ما تخافش يا اسلام، اللعيبه هتبقى رجاله، اللعيبه هتموت نفسها، الكابتن حسام هيحط افضل تشكيله، الكابتن حسام متحمل مسؤوليه واللعيبه بدون ضغوط. احنا الاهلي يا اسلام اصعب الظروف ايه؟ ما ناخدش البطوله، هترجع تاخد البطوله من تاني، لان ده الاهلي يا اسلام. ما تعيطش، اللي يشجع الاهلي دموعه ما تنزلش، اللي يشجع الاهلي يبقى ابتسامه وجميله. انا عارف اللي هو عنده ظروف، ما يعني كلامه صعب او قدرته على الكلام اسلام بتبقى صعب، قابلته كتير جدا، لكن بوجه لك رساله، ما تخافش على الاهلي لما اسلام موجود وكل اللي زي اسلام موجودين، صدقوني.